بعد تألق السباحة المغربية رياضة رفع الأثقال تحصد المعدن النفيس من خلال البطل الواعد مروان أملاح. الأخير أبان عن علو كعبه في منافسة السحب من الأرض وحاز على المركز الأول، مانحا الوفد المغربي ذهبية أخرى. اليوم ربحنا في ميداليات، كان مستوى لمسيانة، اليوم ربحنا ميداليات الذهبية والفضيات. ولم يكتفي مروان أملاح بميدالية واحدة، تمكن من الفوز بالفضة في مناسبتين أولاهما الرفعة الصدرية، أما الفضية الثانية فكانت عن المجموعة العام لكل الحركات. اليوم الأول بالنسبة للرفع الأثقال بالنسبة للمغرب، يعني أول بطل اللي كيشارك، فأن استطاع أنه يذوق طعم الذهب، يعني اللي يعني من المشاركة الأخيرة أننا ما تذوقناش في هذه البطولة العالمية. يعني البطل اليوم الأول ما خرجش خاوي الوفاض، عندنا ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في انتظار يوم الأربعاء البطل الثاني اللي إن شاء الله تا هو غيكون عنده يعني مشاركة بلمسة ذهبية كما كنقولوا إن شاء الله. الدراجة المغربية بدورها قالت كلمتها في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، حيث تحصل سعد بن حمادي على الفضية في السباق ضد السرعة عن المجموعة الرابعة، في حين فاز محمد الحايل بالميدالية البرونزية في السباق ضد السرعة عن المجموعة الأولى.